يقول الشيخ: الرجل إذا خرج منه المني في نهار رمضان عمدا، هذا ماذا يجب عليه؟ أما إذا خرج منه بفعله مثل ما يسمى بالعادة السرية وغيرها، فهذا يبطل صومه بهذا وفعله محرم ويجب عليه القضاء. أما إذا كان خرج منه وهو نائم مثلا، فهذا لا يعني أصبح وهو أو يعني استيقظ وهو جنب، فهذا لا يلزمه شيء وصومه صحيح بإذن الله.